Ukraine without getting Americans snared in a gruesome and very bloody war. A bloody war. This could lead, by the way, this could lead to World War III. رأى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب خلال مشاركته في فعاليات هيريتاج فاونديشن السنوية في فلوريدا أن القيادة الأمريكية الحالية لا تحظى بالاحترام ولا يخشاها أحد، الأمر الذي أدى إلى أخطر لحظة في تاريخ العالم. واعتبر ترامب أن هذه أخطر فترة في تاريخ بلادنا، فلم يسبق أن تعرض عالمنا لمثل هذا الخطر، عازياً ذلك إلى القوى الهائلة للأسلحة الحديثة، حيث وصلت الأسلحة بحسب زعمه إلى مستويات لم نشهدها من قبل. كما شدد ترامب على أن هذه الأسلحة موجودة لدينا وموجودة كذلك بحوزة الآخرين، ولم يكن هناك أي شيء من هذا القبيل سابقاً، لافتاً إلى أنه لم يكن هناك أي احتمال على أن روسيا كانت ستنفذ عملية خاصة في أوكرانيا في ظل إدارته. ترامب الذي قال الصين لم تعد تحترمنا ولم تعد إيران تخافنا، ومع غزونا الرهيب لأوكرانيا أظهرت روسيا مدى اعتبارها لضعف قادتنا، كثف هجماته على الإدارة الأمريكية ورئيسها جو بايدن في ظل التحركات التي يقوم بها لحشد الدعم للانتخابات الرئاسية المقبلة، حيث سبق وحمل في تجمع لمناصريه بولاية جورجيا الإدارة الحالية مسؤولية الوضع حول أوكرانيا وزيادة معدلات التضخم وارتفاع أسعار البنزين، معتبراً أن بايدن قتل الحلم الأمريكي. كما اعتبر أن أسوأ 5 رؤساء في التاريخ الأمريكي مجتمعين لم يكونوا ليتسببوا بنفس القدر من الضرر الذي أحدثه جو بايدن. إضاءة ترامب على إخفاقات بايدن لم تضعف الرئيس الحالي الذي يشهد تأزماً في علاقاته مع عدة دول في المنطقة، حيث شدد في حديث صحفي سابق على أنه سيعتبر نفسه محظوظاً جداً إذا خاض ترامب انتخابات 2024 الرئاسية للمرة الثانية ضده.